ببلوراما. إيمانا منا بأنه انتخاب ملكة جمال قضاء كسروان الفتوح ما بيقتصر على اختيار وحدة من المشتركات، هو عمل متكامل توجيهي، ثقافي، رياضي وسياحي. لهيك ضافت مؤسسة ببلوراما على برنامجها الجمالي يلي بيتضمن تدريبات ونشاطات وحلقات توجيهية، ضافت رحلة بربوع كسروان الفتوح شعارة تعرفي على القضاء اللي بتمثلي. وكانت الرحلة صباح السبت 12 تشرين الأول 2019، انطلقت الرحلة من الكاسيك تحديدا من جامعة AUL. عملوا الصبايا جولة بالجامعة وتعرفوا عليها أكثر من خلال شرح المسؤولين اللي كانوا ناطريننا ورحبوا فينا. ودعوا AUL وانطلق الوفد باتجاه جعيدة. أول محطة كانت ترويقة بالمولاندور. برموا الصبايا بالمولاندور وداقوا شوي من أصناف كتير طيبة ولذيذة، وبالآخر شكروا الإدارة على البوفيه وأكيد أخدوا شوية صور جماعية. تبعوا المشوار صوبع جلتون فيطرون وآخر محطة بلدة كفر دبيان يلي تضمنت كذا نشاط محضر سلف من قبل البلدية. توقف الوفد قدام المجلس البلدي وكان الرئيس دكتور بسام سلامي وعدد من الأعضاء ناطرين تيرحبوا بالوفد وياخدوا معه صورة تذكارية. ومع رفقة السيد وليد بعينه رئيس لجنة الإعلان والتسويق بالبلدية، ومع وفد مؤسسة ببلوراما المؤسسة المنظمة لمسابقة ملكة جمال كسروان الفتوح وعلى رأس الإعلام الصحافي نخلة مرعب، وبمشاركة ملكة جمال كسروان الفتوح لعام 2018 الأنسة جوال برشيني، بلش أول نشاط ببساتين التفاح لكفر دبياني. قطف، أكل، جمع التفاح، هني وعم يستمعوا لشرح السيد بعينه عن أهمية هيدي الزراعة. بعدها برمت المشتركات بقلعة فقرة الأثرية ومعابدها التاريخية وتعرفوا على موقعها الاستراتيجي والسياحي وانبهروا بجمالها. المحطة التالية كانت محطة رياضية بامتياز. عملوا جولة على البسكليتات بنادي فقرة السياحي مع المدرب السيد جانز غاب يلي شرح لهم عن أهمية الرياضة بشكل عام والدراجات الهوائية بشكل خاص لأنها بتجمع المتعة مع الإفادة. وختام الجولة كان ببيست وردي وبالتحديد بغابة الفنانين. هونيك زرع الصحافي نخلة مرعب صاحب مؤسسة ببلوراما شجرة أرز بتحمل اسم مؤسسة ببلوراما لتبقى ذكرى دائمة. وما بتنتهي الجولة بدون كاس عرق ولقمة طيبة بمطعم القناطر، مطرح الجو الحلو والموسيقى يلي حركت مشاعر الصبايا وشبكوا إيديهم ونزلوا على الدبكة. شكراً كفر دبيان.